الحسن يشكر المعاشي النائب الاول لرئيس جامعه مولاي عبد الله. فيما يخص هذا المشكل هذا، احنا يعني كل من اللي عرفنا هذه الواقعه هذه، رحنا يعني كل بتحرك في هذا المجال، بحيث ان جميع مكونات المجلس راه يعني واقفين باش تخاض واحد الدراسه وتحدد لنا كاع الملك الجماعي وكذلك الملك البحري، باش نقدروا نطالبوا هاد الناس اللي هما دخلوا في سواء في المجال البحري او في المجال الجماعي، باش ناخذوا ونطالبوا يعني بالحقوق ديال الجماعه، يعني بكاع اللي يزيد عنده شي مساعه ان شاء الله غادي ندخلوا باش يؤدي الواجبات اللي عليه هو، والا خصنا نمشيو معاه للقضاء ان شاء الله وتنحقوا يعني الواجبات ديال الجامعه والحقوق ديال الجامعه تنوقفوا عليها تتاخذها الجامعه ان شاء الله. الحق ديال الجامعه مضمون، يعني القضاء راه الحمد لله كينصف الجميع، وغادي نتاجئوا القضاء وناخذوا الحقوق ديالنا يعني بالطرق القانونيه وتنحافظوا على الممتلكات الجماعيه ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.